بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جوميا زي ما حضراتكم شايفين، عشان بس اثبات للناس اللي هي بتقول مصاريف الشحن ومفيش مصاريف شحن اطلاقا، يعني لما تكون شاري كل حاجة من جوميا. ده طبعا اشتراكي في الموقع، ودي الحاجة اللي انا كنت جايبها اللي وصلتني، وادي زي ما حضراتكم شايفين كده تفاصيل الايه الدفع. مصاريف كام؟ 140 جنيه مصاريف الشحن اللي عرفته الجديد، يعني بالنسبة لي اللي عرفته من ساعة، ان دخل القاهرة 20 جنيه وخارج المحافظات على حسب، يعني من 140 وحضرتك طالع، لان طبعا كل الحاجة اللي انا جايبها ما تجيبش كيلو ونص على بعضها، يعني الكرتونة كلها ما تجيبش كيلو ونص على بعضها. ودي حاجة بس اثبات للناس برضو. تاني هذا الموقع الرسمي زي ما حضراتكم شايفين العلامة دي جوميا ايه اكسبرس. لازم اقول لك ايه، لازم تشتري كله يكون جوميا اكسبرس، ما تشتريش حاجه تكون خارج جوميا اكسبرس. ده طبعا ايه يتم شحنه من خارج البلاد، وانا ممكن يكون في مشاكل في الشحن فبلاشه، بعدنا عنه. ده طبعا برضو صيغه تانية، ده البائع، فطبعا برضو بعدنا عنه لانه مش ايه مش جوميا عشان مصرف الشحن. فاحنا كل شرينا زي ما حضراتكم شايفين ايه جوميا اكس ايه اكسبرس زي ما حضرتك شايف كده. وللاسف ودي برضه جوميا اكسبرس زي كده، وللاسف جه في الاخر مصاريف الشحن اللي حضراتكم شفتوها اللي هي دي اللي هي 140 جنيه ليه مش عارف. وطبعا للاسف الناس ما تعرفش ان جوميا لها في كل محافظه مخازن، ومخازن كتيره، يعني ما بيننا وما بين المخزن بالظبط كده. هم بصراحه ما تاخروش عن الطلب اللي جابوه، الطلب بالظبط اخذ منهم يومين، يعني المفروض كان هيجيني امبارح بس ما اتوصلتش مع اللي كان شركه الشحن اللي كانت هتوصل الحاجه، الكلام ده كان امبارح، يعني الفرق كان يومين. وطبعا المخزن ما بيني وما بينه بالظبط كده تلت ساعة من البيت للمخزن بالظبط بتاعهم بتاع جوميا، وادفع 140 جنيه مصاريف شحن دي جوميا. يا رب الناس بس ما تقعدش تتكلم وتقول مفيش، لا يا جماعة في مصاريف شحن، وده الإثبات قدامكم اهون، والناس تاخد حذرها من الموضوع ده. وطبعا انت لما تشتري هتعرف. انا ما جربتش سوق بصراحة، وان شاء الله لما اجربه هديكم تفاصيل عنه. ويا رب طبعا انا لسه حتى برضو المنتجات ما شفتهاش، يعني اللي انا جبتها لسه لحد دلوقتي ما شفتهاش فيها لا قدر الله عيوب او حاجه، فان شاء الله هشوفها واعمل لكم فيديو عنها ان شاء الله. ويا رب نشير الفيديو عشان الناس تستفيد منه. الناس بتقول لا ما فيش مصاريف، لا في يا جماعه مصاريف شحن قدامك اهي، ومن الموقع الرسمي زي ما قلنا جوميا اها الويب سايت بتاعهم. يا رب يكون الكل استفاد من الفيديو. خالص تحياتي لكم عصام الزغبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.